أعلام القراءة. أعلام القراءة. الإمام الدوري راوي الإمام أبي عمرو البصري، هو الإمام حفص بن عمر الدوري البغدادي، ويكنى أبا عمر. والدوري نسبة إلى الدور موضع ببغداد. ولد الإمام الدوري سنة 150 للهجرة. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أساري تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. كان الدوري إمام المقرئين وشيخ العراق في وقته، وكان عالما بالنحو والعربية، مشتغلا بالقرآن الكريم وعلومه وتفسيره، وكانت له عناية بالحديث الشريف. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا، أولئك لهم عذاب مهين. والإمام الدوري هو أول من جمع القراءات وصنفها، ومن مصنفاته قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الدوري هو راوي الإمامين أبي عمرو البصري وعلي الكسائي. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومن منهج الإمام الدوري في القراءة أنه يقرأ بتوسط المد المتصل، وله في المد المنفصل التوسط والقصر، ويقلل الألفات من ذوات الياء إذا كانت على وزن فعلى، ويميل الألفات من ذوات الياء إذا وقعت بعد راء. وتري كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. توفي الإمام أبو عمر الدوري في شوال سنة 246 للهجرة. أعلام